اهلا بيكم في حلقه جديده من تكمل بيك. المره اللي فاتت اتكلمنا عن حاجه اسمها جبل التلج لو تفتكروا، واتكلمنا عن تايتانيك وال10% وال90%، وقلنا المره دي ان احنا هنتكلم اكتر عن الجزء بتاع ال90%. الحقيقه انه ال10% دي بيسموها او بيرمزوا لها برمز بي، لان اسمها بيهيفير بالانجليزي، بالعربي اسمها سلوك. الجزء ال90% بنسميه اتيتيود وبنرمز له بالحرف A، وده بالعربي معناه كلمه توجه. لو تفتكروا ده كان محصلة الخبرات والأفكار والمعتقدات اللي الواحد اكتسبها خلال سنين عمره في شغله، في دراسته، في كليته، أيا كان. السلوك ده اللي هو مرئي، الاتيتيود أو التوجه اللي هو مش مرئي، ولو تفتكروا برضو قلنا إن هو الأهم والأساس في الشخصية، بيمر بمراحل في تكوينه أو في تشكيله. علميا بيقولوا إنه في أول 7 سنين الشخص بيبقى عمال يلاحظ، يتفرج، يختزن كل ما هو يحدث حواليه. من بعد 7 سنين دول، وزي ما بنقول تقريبا من 8 ل 13 سنة، بيبتدي ان هو يقلد اللي عمال يشوفه واللي قاعد يلاحظه في 7 سنين اللي فاتوا. من 14 ل 20 بيبتدي يمارس بمهارة قوي اللي هو عمال يقلده في السنين اللي فاتت من الافكار والمعتقدات والسلوك اللي شافه، سواء من عيلته، من مدرسته، من ايا كان. من 20 ل 30 سنة بتحصل حاجة ظريفة قوي، زي ما تقول كده بيزود التاتش بتاعته، يعني بيحط الستايل بتاعه، بيبتدي مش بس يقلد، لكن يبتدي الواحد يزود ويضيف اللمسة الخاصة بيه، واللي هي تختلف من شخصية لشخصية. ليه بنتكلم على ده؟ لأنه مهم قوي الواحد يبقى عارف انه في المراحل العمرية دي 90% عمالة تتشكل، وفي كل مرحلة عمرية 90% دي بتاخد أو بيتضاف لها جزء معين. الهدف هو إن الواحد في كل مرحلة من المراحل دي، سواء على نفسه أو مع ناس حواليه، يبقى عينه دايماً على 90% دي، وعارف إيه اللي بيحصل لها في المرحلة دي. يعني من 14 ل 20 لازم تبقى عارف كويس إن الشخص في المرحلة دي بيحاول يقلد أو ينفذ اللي شافه واكتسبه قبل كده. لما بيكبر شوية، وغالباً ده بيكون في سن الجامعة يمكن، بيبتدي يزود حاجات من عنده، وبيبتدي يضيف لها اللمسة الخاصة دي. في كل مرحلة من دول وارد جدا الواحد يكتسب حاجات يا إيجابية يا سلبية. ده مهم قوي، لأن الواحد وهو بيعدي بالمراحل دي لازم يبقى بيطبق ده على نفسه قبل ما يبتدي يطبقه على الآخرين. افتكروا كويس نظرية جبل التلج، الاتيتيود أو التوجه اللي احنا اتكلمنا عنه، والمراحل اللي بيعدي بيها وهو بيتشكل، عشان في الحلقة اللي جاية هنبتدي نزود على الجزء ده. تقدروا تقروا أكتر وتقدروا تشوفوا معلومات أكتر، أو حتى تبعتوا على الإيميل اللي هيظهر دلوقتي، ونقدر نرد فيه على كل الأسئلة الخاصة بكم. أشوفكم على خير. سلام.